السلام عليكم. توقيت مباراة فريق نهضة بركان المغربي وفريق المصري البورسعيدي في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. انتهت مباراة ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين فريق نهضة بركان المغربي وفريق المصري البورسعيدي بفوز فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2، ويستقبل فريق نهضة بركان المغربي فريق المصري البورسعيدي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد 24 أبريل 2022 على الملعب البلدي لبركان في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المغرب، 11 مساء بتوقيت الجزائر وتونس، 12 مساء بتوقيت مصر إن شاء الله. ومن المرتقب نقل هذه المباراة على قناة الرياضية TNT بتعليق سفيان الرشيدي، وعلى قناة بي إن سبورتس HD 3.